بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن المباني، وهنقول أول حاجة أنواع الطوب. الطوب أول حاجة أنواع الطوب. أول نوع الطوب الأحمر المصمص والمفرغ، والطوب الأسمنتي. أولا الطوب الأحمر المصمت والمفرغ، بيتعير الطوب الأحمر عن طريق الصلابة واللون والأبعاد ومقاساته. مقاساته بتكون 25 × 12 وفي نوع تاني 20 × 10 يوجد طوب أحمر دبل بنفس مقاسات الطوب العادي ولكن ضعف الارتفاع، بدل من 6 سم بيكون 12 سم. ده الطوب الأحمر. تاني نوع الطوب الأسمنتي. الطوب الأسمنتي نوعين، أول نوع النوع المصمت، تاني نوع النوع المفرغ. أول نوع النوع المصمت. النوع المصمت يعتبر أحسن أنواع الطوب في مصر، ويفضل استخدامه عن نظيره المفرغ. ومكوناته هي الرمل والمية والركام زائد الأسمنت. الطوب المصمت قوي جدا ويتحمل التخسير فيه وتثبيت مواسير تغذية المياه. يستخدم الطوب المصمت في الحمامات والمطابخ للتوفير. تاني نوع النوع المفرغ. لا يفضل استعمال الطوب الأسمنتي المفرغ بكل جودته وفيه، بس في الخليج يكون كويس جدا ويفضل استخدامه هناك. الطوب المفرغ الفراغات اللي بتبقى موجودة فيه عازل قوي للحرارة. الطوب المفرغ الطوبة الواحدة بتعمل 6 طوبات من الطوب الأحمر. نقول مقاسات الطوب الأسمنتي 40 × 20 سم، حيث سين متغير على حسب الطلب، بيكون فيه سين 10 أو 15 أو 20 أو 5. بمعنى مقاسات الطوب الأسمنتي 40 × 20 دسات. في ناس بتختار 10 وفي ناس بتختار 15 وفي 20 وفي 25. ثالث نوع من انواع الطوب، الطوب الحجر الجيري. وده طوب قوي جدا. مقاساته او مقاسه 28 × 13 × 13 سم. رابع نوع من انواع الطوب، الطوب الهاشمي او الحجر الهاشمي. سمته 3 سم وليه وشين، وش جبل ووش عادي الماس. مساحة الوش كبيرة. خامس نوع الحجر الجيري او قط بيسموه فرصة. لونه ابيض بيتعمل فيه التماس. سادس نوع الحجر الفرعوني. حجر جيري ينحت